امرأة تخطف مذيعا للزواج منه. قامت سيدة أعمال من الهند باختطاف مذيع هندي بهدف الزواج منه. بالمختصر تبدأ القصة عندما دخلت سيدة الأعمال بوجيردي تريشنا لأحد مواقع التواصل وبدأت بالدردشة مع شخص محتال تقمص شخصية المذيع برناف سيستا واعتقدت أنه هو، فبدأوا بالتواصل معا وتمكن من خداعها لمدة سنتين. واكتشفت السيدة لاحقا أن كل ما حدث كان خدعة كبيرة من أجل سرقة مالها. المرأة عشقة المذيع رغم أنه لا يعرفها، فخططت لتحويل حبها إلى حقيقة، فوضعت أجهزة تتبع في سيارة المذيع الحقيقي وانتظرت اللحظة المناسبة فخطفته وأخذته لمنزلها وقيدته على كرسي ثم قدمت له نفسها لتزوجها بالقوة، لكنه رفض بشدة فضربته ضربا مبرحا حتى خاف على حياته، فوافق وبدأ يمثل أنه يحبها حتى اطمأنت له فحررته من القيود وتمكن من الهرب إلى الشرطة.